السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس بيقولوا عني مجنون، يزمي طول نهارك تحكي مع القطاط وبتحكي مع العصافير، يزمي إذا بتحكي مع بريق الشاي بيني وبينه معاهم حق، ما بلومهم. يعني مرة ثانية حتى أنا بقول عن حالي مجنون، يعني أجذب مرات بحس حالي مهوي. والله بحكي مع الجمادات ومع الطيور ومع العصافير ومع الصحيح اني بحكي دائما سواء على الكاميرا او مش على الكاميرا بتلاقيني بسولف. والله صحيح هذا الحكي صحيح، انا بعترف ان النقطة هاي موجودة عندي. يعني بدك تقول عنها جنان، بدك تقول عنها هبل، بدك تقول عنها هسهسة اللي بدك اياه، بس هذا اللي بصير. انا بحس انه نوع من ما بدريش فيها متعة، يعني حتى بريق الشاي وأنا بحكي معه بستمتع. القطة لما جننتني وطلعت على الشجرة بتحس حالك أنه أنت فعلا تتخيلوا، يعني تخيلوا واحد بفهم اللي قدامك بتخاطب. بجوز تكون هاي شغلة شعراء ما بدريش، لأنه كثير شعراء بقصايدهم مثلا بتلاقيه خاطب الشجر، خاطب السحب، خاطب العصافير، الليل، يا أيها الليل الطويل الأنجلي، مزبوط؟ طيب ليه ما هو بحكي مع الليل قاعد، مزبوط؟ بجوز هيك، بجوز الشعراء عندهم شوية وشوشات تختلف عن وشوشات اللي شو اسمه اللي هو تفهمانين علي. بريق الشاي خوف الله خوف الله انه غلي، لا غلي 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 غلي. اذا بدكم مباشر ليش أنا قاعد بسولف؟ لأنه شو اسمه احتمال يكون في دك شوي بآخر الليل، بدكم نعمل عليه مباشر بنعمل. راح أقرأ التعليقات وأشوف مع السيد إيهاب البشير إن شاء الله، إذا إلنا نصيب إن شاء الله. إذا بدكم مباشر بنساوي مباشر بعنوان جنني حبك جنني، كونا منسولف أو بعض الناس فكروني مجنون بسولف مع سولف مع النباتات وسولف مع الحيوانات. مليح يا زلمه، بسم الله. خلينا نشوف كاسه الشاي هاي، جبت كاسه دبل بسم الله. البريك بعده حامي من فوق بس عادي، يعني مقبول. الله ينقع شوي، خليه هون هو غلي، خلي شوي بس شوي شوي. اقول لك هون عدفها، هون خليه عدف ينقع له شوي. نقول بسم الله. وين نار بس مرتب حابي. ألف النارات كيفات والقعدة كيفة على السريع. هاي نار على السريع صحيح، هذول خشبات. ولعت نار الصبح، كنت مروح من دوام ليل، ولعت شوية نار وعملت بريق الشاي الصبح. هذا الحكي الآن الساعة تقريبا بجوز 5:30 المساء، ليلت الدنيا. بس هذول الخشبات تاركهن طول الوقت هون، يعني جنب النار وجنب الفحم، ناشفات وكويسات. شايف شلون نار مليحة على الوقت هذا من السنة والشتاء، هي قاعدة تشتي والشتاء ومشتة ومش عارف شو، والحطبات لايقات زي هيك جخة عنعنة، مزبوط؟ الحمد لله. على كل حال إذا إنا نصيب منشوفكو المباشر الليلة، إذا إنا نصيب بنقول إن شاء الله، يعني مش وعد بس إن شاء الله في احتمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعدة لايقة ورايقة، سبحان الله، هدوء جميل.